نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع الأستاذ رامي الريس. الوقت بلش يضيق معنا بموضوع اللاجئين السوريين. امبارح وزير الخارجية البريطاني يقول كما جاء في صحيفة النهار أنه اللاجئين السوريين ضيوف مؤقتين، والكلام اليوم كان في نازحين سوريين صرنا لاجئين، والخوف بكرة يصيروا توطين للاجئين. كلام الأمم المتحدة، بان كي مون، حتى يعني مع الانتقاد التي وجهت الانتقالات للوزير جبران باسيل بجانب ما كان معه حق في هذا القلق والخوف، من أنه لأنه تعاطي الدولة معهم ليس على هذا المستوى، والتعاطي الأممي أيضا بالتجارب قبل لا تشجع. تعرف أستاذ سلمان، يعني أنا بتصور في محاولة يعني لخلق وهم معين غير موجود، تصور غير موجود لأكثر من سبب. أولا المجتمع الدولي مش حفاظا على يعني حبا بلبنان، ولكن حفاظا على الاستقرار وخوفا من تفجر ساحة عربية جديدة يريد الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وهو يدرك بأنه مجرد التفكير في التوطين هو مسألة يعني ممكن أن تؤدي إلى اهتزاز الاستقرار في لبنان وإلى تغيير الواقع السياسي والديموغرافي بشكل كبير قد يؤدي إلى الانفجار. هذه من ناحية. من ناحية تانية، وبالتالي لا أتصور أنه هناك مخطط من هذا النوع. من ناحية تانية، يعني مين من اللبنانيين ممكن يقبل توطين السوريين أو غير السوريين في لبنان؟ يعني بدنا نطلع منها هاي النغزة. إذا تم دفع أموال رح وصل لك لدفع الأموال، بس أنه مين بالمبدأ، مين من اللبنانيين من القوى السياسية اللبنانية ممكن أنه يقبل بهذا الموضوع؟ ثلاثة، مين من السوريين أنفسهم ممكن أنه يقبل التوطين يلي هن هربوا من بيتهم؟ يعني ما بتصور حدا، يعني كل واحد حطها على حاله، حدا بيترك بيته وأرضه ليروح يقعد بخيمة لو ما فعلا خايفين من الموت وهربين من الموت؟ وبالتالي هذا الطرح ما بتصور له أي أسس، يعني لا سياسي ولا منطقي ولا مطروح من موضوع الدبلوماسي. نجي لموضوع الأموال. طيب ما لبنان كان هو عم بيطالب بأموال لحتى يدعم المجتمع الدولي قدرة الحكومة اللبنانية على استقبال هؤلاء النازحين من خلال، وأنا بذكر يعني العمل بتذكر حتى على قمة الكويت سابقا قدمت الحكومة اللبنانية مخطط، وقمة لندن وقمة لندن أوكي. وبالتالي يعني لبنان هو يطالب بأموال تدعم قدرته على تحمل أعباء اللاجئين من خلال تطوير البنى التحتية والمدارس وشبكات الطرقات وكل الأمور والمساعدات الثانية لحتى يتحمل، لأن بلد كان فيه 3 ملايين شخص صار فيه 4 ملايين ونص مثلا، ما بعرف الأرقام هلا صاروا أكثر من مليونين لاجئ. طيب فإذا يعني لبنان هو يطالب بهذا الموضوع. بعدين إذا أجى البنك الدولي ساعد لبنان إنه يعمل جسر بهالمنطقة ولا نفق بهالمنطقة، النازح السوري رح ياخده معه على سوريا لما يروح. أنا بتصور يعني في جانب من طريقة طرح الموضوع في غير مكانة، ويعني من شأنها أن تؤدي إلى يعني استحضار مخاوف وهواجس خارج زمانها وخارج مكانها. أستاذ رامي، الشك هو ظهر من أنه الخوف أن يكون هذا الأموال في شروط مع بالكواليس، ما حدا بيعرف ما في شيء بالكواليس بالآخر. كل هالأموال يعني ما لبنان صار له بياخد أموال من البنك الدولي سنين من ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لما كسر يعني الله يرحمه، طبعا كان له دور بانه هذه المؤسسات الدوليه استعادت الثقه بلبنان ومولت مشاريع كبيره. والبنك الدولي ممول عدد كبير من المشاريع في لبنان، ولا مره بتصور يعني اجوا حطوا شروط في هذا الموضوع. اخر شيء هالاتفاقيات منا سريه، ما هي بدها تمرق على مجلس الوزراء وبدها تمرق على مجلس النواب. فكمان يعني ما بدنا نعمل نخلق بلبله من 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 لا شيء تنحول الأنظار عن ملفات تانية أو عن أمور تانية. الحل يكون أنه بعودتهم، ولكن بعد انتهاء الحرب. الحل بعودتهم يلي دخلت السنة الخامسة والسادسة، أنه في حال حصل أي تسوية معينة في سوريا أو استباب الوضع بسوريا، بطبيعة الحال كلهم رح يرجعوا، أغلبهم رح يرجعوا، كلهم رح يرجعوا، لأنه ما حدا بيعيش برات بيته يعني برغبة منه بإرادة منه. نعم. بموضوع السوري بعد موضوع تدمر موقف الروسي في هذا الإطار، عدنا إلى الكلام موضوع مرحلة انتقالية محادثات جنيف من دون بشار الأسد في تأكيد، والكرملين نفى يكون هناك اتفاق أمريكي روسي على موضوع الرئيس بقاء بشار الأسد في
في هذه المرحلة الانتقالية؟ يعني خلينا نقول أستاذ سلمان طبعا متضارب المعطيات والمعلومات الدولية في هذا والدبلوماسية في هذا الموضوع، ولكن الأكيد أنه هذا الموضوع الذي لم يكن مطروحا من قبل مع الروس أو مع غير الروس أصبح في نقاش حوله. ويعني بالمرحلة السابقة حتى بجنيف كان النظام مجرد طرح موضوع العنوان الانتقالي يرفض البحث فيه، قال خط أحمر، خط أحمر قال وليد المعلم، وانتقدوا الروس. أول مين انتقدوا على هذا الموقف كان الروس، وبالتالي يعني واضح أنه المسألة ليست يعني بالطريقة التي يعني ربما لا يكون حسم هذا الموضوع بشكل نهائي، ولكن الأكيد أنه صار على طاولة البحث وصار في نقاش جدي حوله. هلا شو الأثمان وشو يعني السؤال. إيه هذا السؤال الكبير يلي هذا بيحصل بلحظة معينة بتقاطع مصالح دولية إقليمية معينة بمكافآت معينة ربما في مكان معين، ولكن الأكيد أنه لا بالنسبة للروس ولا لغير الروس يعني بقاء الأسد هو مسألة مقدسة. في دور مصالح دولية، دول مصالح دولية، في دور تقوم به دول الخليج مع الجانب الروسي إذا بدنا نقول. يعني لا شك إنه يعني في اتصالات بتصور مفتوحة، حكي عن زيارة للخادم الحرمين الشريفين إلى موسكو، ما بعرف يمكن صارت قريب إنه يصير، وطبيعة الحال هذه إذا حصلت تكون زيارة مهمة، ويعني بدها تنشاف هالاتصالات وين ممكن إنه توصل. بهالفترة كلام كثير للرئيس السوري بشار الأسد على أكثر من محطة، جاء بصحيفة السفير أنه الرئيس الأسد قال أنه مستعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال إذا الشعب يريد ذلك. كيف هو بس كيف بقيس هو الشعب إذا بريد؟ ليش هني قال الأسد على مرة 40 سنة شفناهم بلبنان وشفنا الشعب السوري يعني بس أنه هو أنه إذا توفرت رغبة شعبية طيب كيف هن كيف قال الأسد كيف بيقيسوا الرغبة الشعبية؟ ما كانت البيعة تصير بـ 99.99%. طيب ماشي الحال يعني هلا ما بعرف إذا بعد بيقدر إذا هو بموقع فعلا يعني يعطي دروس بهذا الموضوع بعد أن قاد سوريا إلى الحرب وإلى الدمار بالطريقة التي حصلت فيها، وحول سوريا من دولة كان إلى يعني وزنها وثقلها الاستراتيجي والإقليمي إلى دولة محطمة ومدمرة وتفوح منها رائحة الموت وعلى شفير التقسيم، وبالتالي يعني بتصور مش كتير بموقع يعطي يعني يعطي نصائح في هذا الموضوع. ولكن هو في حرب ضد الإرهاب مثل ما صاير بكل دول العالم، هذا هو العنوان الكبير، هذا العنوان اللي هو بيقدمه، ولكن للأسف هو الذي قاد البلد إلى هذه الحرب، وبفتكر هو يعني هو ونظامه أول مين ترعرعت في سجونه مجموعات الإرهابيين التي كان يرسل منها إلى لبنان وإلى العراق وإلى سواها من البلدان. نعم أنا بدي أختم معك بهذا الكلام أستاذ رامي هذه الحلقة من كلام بيروت، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك. الشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.